اشكركم. ودلوقتي لو في يعني السادة الصحفيين وزمايلنا، مع ان انا كنت قاعد معاهم لمدة 3 ساعات لسه من ايام قليلة استاذ عمرو، ولكن يعني هم طبعا دايما داعمين ودايما متميزين في التغطية الاعلامية. تفضلي. مريم الخطري من جريدة الوطن. كنت محتاجة أعرف من حضرتك مدى جاهزية المستشفيات لحالة الحالات اللي هيتم الكشف عنها لو في أي تدخل جراحي عاجل، وكمان تدريب الفرق الطبية على كافة الأنشطة اللي احنا شايفينها، خاصة إن هي متنوعة وفيها كافة المبادرات اللي سيد الرئيس قام بإطلاقها من عام 2018. أشكرك على السؤال. طبعا يعني الحمد لله، يعني يمكن في فترة من 2014 للنهاردة كان مهم جدا من خلال توجه سيادة الرئيس لينا أو لكل زمايلي حتى اللي سبقونا، أن يكون الخدمات الصحية مهما كانت متقدمة بتقدم في كل محافظات مصر. يعني من زمن ليس ببعيد كان المواطن في مرسى مطروح اللي محتاج عملية قلب مفتوح أو عملية قسطرة لازم ينزل اسكندرية أو ينزل القاهرة علشان يقدر يعمل هذه العملية. النهاردة مستشفى مطروح العام، مستشفى العالمين، مستشفى حتى في القريبة من هنا مستشفى العجمي، كل دول فيهم وحدات قسطرة وقلب مفتوح تستطيع أنها تجري عمليات دقيقة جدا. أنا بدي مثال، ولكن طبعا ده يعني دليل على أن كل العمليات المتقدمة، كل الأطقم الطبية والجاهزية المستشفيات لإجراء هذه العمليات. طبعا إحنا لو بنتكلم على المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، إحنا قريب مننا جدا مستشفى الحمام المركزي، مستشفى العالمين، مستشفى الضبعة، ومستشفى رأس الحكمة. لو مشينا شوية لقدام على الساحل هنوصل لمستشفى النجيلة ومستشفى مطروح العام ومستشفى سيدي براني ومستشفى السلوم المركزي. كل دي مستشفيات مؤهلة للتعامل مع كافة الحالات العادية والحالات الطارئة في نفس التوقيت. والمناسبة احنا يعني بنلتقي يوميا تقريبا عدد كبير جدا من الحالات الطارئة والدقيقة، ويتم التعامل معها من خلال مستشفياتنا. زي ما حضرتك قلتي، تدريب على الطواقم الطبية قبل الأجازات، لأن احنا طبعا بنعرف أن فترة الأعياد والمواسم والأجازات الصيفية بيبقى فيه احتياج كتير، وممكن يكثر الحوادث على نطاق كافة الطرق السريعة. عشان كده احنا حتى مستشفى العمرية العام، مستشفى وادي النطرون، كل دي اتجاهات اللي فيها تزاحم فيها الزحمة، فبنبقى معنيين ان احنا نوفر فيها أطقم طبية، فرق انتشار سريع، كل ما تحتاجه من خلال وحدات الرعاية المركزة او فيما يخص الاحتياجات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية. فاحنا مستعدين للتعامل مع كل حالة بكافة الامكانيات في على بعد 3 دقائق من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اتفضل. حاضر. مساء الخير يا فندم احمد العدل. اليوم السابع زي حضرتك يعني استاذ عمرو، زي حضرتك. انا حابب اسال عن المهرجان. السنه اللي فاتت كان زاروا 1 مليون زائر تقريبا في النسخه اللي فاتت، السنه دي متوقع ان هو من 1.5 مليون ل2 مليون مع زياده عدد الانشطه زي ما استاذ عمرو قال، وزي ما حضرتك ذكرت برضو انشطه كتير ترفيهيه واجتماعيه وكده. فتعاوني حضرتك تعاونتوا السنه دي بالشكل اللي احنا شايفينه طبيا، واضفتوا خدمات صحيه. الهدف الفتره اللي جايه ناويين ايه اللي تقدموه؟ اكيد دي بدايه زي ما عودتونا، والقياده السياسية عودتنا دايما ان هي اي حاجة بتعملها بتبقى بداية لخطوات جاية كتير. ايه الخطوات اللي حضراتكم رسمينها ان انت تعملوها الفترة القادمة كوزارة الصحة بالتعاون مع المتحدة لخدمة العالم؟ طبعا يعني امكانيات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية امكانيات ضخمة جدا، وبالتالي تواجد الشراكة وعندهم القدرة وعندهم فرق العمل المدربة والمؤهلة لانجاح اي فعالية على مستوى العالم وليس فقط على مستوى مصر. هذا التميز لابد أن يكون ضمن أولويات وزارات الدولة بشكل عام، علشان نقدر أن احنا يعني ندي رسالة للمجتمع بالإمكانيات اللي الدولة بتعملها من خلال أنشطتنا المختلفة. يمكن أنا بتكلم على الصحة، وكنت بتكلم مع الأستاذ عمرو على إزاي سيادة الرئيس دايما كان بيوجه أن الإمكانيات المتاحة في المبادرات الرئاسية وفي الخدمات اللي بتقدمها الدولة من خلال علاج عنفقة الدولة أو قوائم الانتظار، ممكن تلاقي كتير ناس مش عارفة الكلام ده، وبالتالي هي بتبقى فرصة كويسة من خلال التعاون والشراكة مع الشركة المتحدة ان يكون في نوع من انواع التواصل مع المجتمع بشكل عام، والتعريف المجتمع على الخدمات اللي الدولة بتقدمها في كافة المجالات. لو احنا بنتكلم على مجال الصحة، عندنا خدمات كتيرة جدا بتقدم ومتاحة للمجتمع علشان يستفاد بيها، والحمد لله احنا بنقدر نصل الى ملايين، لكن نستطيع ان احنا نضاعف هذه الاعداد بالتعاون مع الشركة المتحدة اللي ممكن تسلط الضوء على امكانيات الدولة واستثمارات الدولة في مجال الصحة.
ده في مجال الصحة. لكن الحقيقة احنا نأمل في الفترة القادمة ان شاء الله احنا نتعاون في ملف التنمية البشرية، وهو ده الملف الكبير اللي احنا رايحين له بعد تكليف السيد الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء بمسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أو العمل على رفع رأس المال البشري. وده بيشترك فيه كثير من الوزارات الحقيقة، سواء وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة أيضا الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العمل. كل دي وزارات ليها تداخل مباشر، والتنمية المحلية ليها تداخل مباشر مع فكرة التنمية البشرية وبناء الإنسان. علشان نعمل كده احنا محتاجين الإنسان نفسه يكون عارف احنا عايزين منه يعمل ايه. يعني بمعنى اصح، لو احنا بنتكلم على تسرب من التعليم، لو بنتكلم على نقص اعداد الاطفال اللي بيروحوا رياض الاطفال، لو بنتكلم على سوء التغذية، عمر ما الدولة هتستطيع انها تقتحم مشاكل زي دي من غير ما يكون في وعي اعلامي متميز من خلال شركة زي شركة وطنية زي شركة المتحدة، عشان نقدر يبقى في تعاون. الرسالة انا عايز اوصلها للمواطن يبقى المواطن يقدر يتلقاها ويقدر يعاوني عشان اصل في النهاية الى تنمية بشرية كما هو معتاد. مع الوزير انا احمد صبحي من جورنال المال. يمكن سيادتك من خلال الوزاره وهيئه الاستثمار الفتره اللي فاتت جهزتوا حزمه من الحوافز للمستثمرين، واعتقد منطقه الساحل من ضمن المناطق اللي ينطبق عليها انه المستثمر يقدر يستفيد من الحوافز اللي الدوله قدمتها عشان خاطر يقدر يدخل ويستثمر في المنطقه دي. الحقيقه انا عايز حضرتك توجه رساله للمستثمرين، ايه ابرز الحوافز اللي ممكن يستفيدوا منها من خلال تواجدهم في منطقه زي منطقه الساحل؟ الحاجه الثانيه وهي النقطه الثانيه من السؤال، القطاعات الفرعيه في الرعايه الصحيه اللي ممكن يقدروا يدخلوا يستثمروا فيها. شكرا جزيلا. مصر فيها 106 مليون بالاضافه الى الضيوف، سوق بيتنامى بمعدلات 1.4 مليون زياده سكانيه كل سنه بكل المقاييس الاقتصاديه، وفي ظل تكليف سيادة الرئيس للدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يعني احنا رايحين ان يبقى كل مواطن في 106 مليون النهاردة او في الزيادة السكانية المتوقعة في خلال 10 سنين جايين كل دول يكونوا متغطين تغطية صحية. من غيره المنطقي ان يكون ده دور وحيد للحكومة لدعم المنظومة الصحية من خلال خدمات صحية. وبالتالي وجود القطاع الخاص والقطاع المدني وقطاع المجتمع المدني في منظومة صحية هام جدا. وده اللي خلانا أحمد عشان أرد على سؤالك إن إحنا نخش مجلس الوزراء من حوالي 4 شهور بحزمة من الحوافز الاستثمارية نشجع فيها المستثمرين إن هم يتقدموا بالاستثمار في القطاع الصحي. وخدنا قطع من الأماكن المتاحة من هيئة المجتمعات العمرانية على كل محافظات مصر بحيث ان احنا نطرحها على المستثمرين وعشان زيادة عدد الأسرة اللي احنا محتاجينها في الفترة القادمة. طبعا بتختلف من عدد الأسرة اللي بيقدمها المستثمر، بتختلف على حسب المكان الجغرافي اللي بيفتح فيه المنشأة، بتختلف على الخدمات المتميزة اللي ايضا بيتقدم بيها. كل دي عبارة عن نقاط او منظومة تحسب بالنقاط، ومن يتمتع بأعلى النقاط سيتمتع بالحوافز التي تم التوافق عليها من خلال مجلس الوزراء ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار. فاحنا مستعدين جدا لدعم، لان طبعا الاستثمار في القطاع الصحي وانت تعلم بيحتاج استثمارات كبيره والعائد على الاستثمار فيها طويل الاجل عشان تقدر انك انت يشتري قطعه ارض ثم يستثمر في المباني ثم تجهيزات وهي مكلفه جدا ثم التشغيل. فبالتالي لازم الدوله تكون بتقدم بعض المبادرات التشجيعيه والحوافز للمستثمرين لتشجعهم عشان يخشوا في هذا المجال. وفي النهايه هو مصلحه كامله للمواطن المصري، لان تاني احنا بنتكلم على منظومه تامين صحي فهي محدده بسقف في الاسعار ومحدده بسقف ايضا في جوده الخدمات من خلال الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. تفضلي. مع حضرتك سامي عمال من موقع الموقع. كنت عايز اسال حضرتك، هل هناك مبادرات صحيه محدده تنفذ خلال المهرجان؟ احنا
احنا طبعا عندنا اكتر من 14 مبادرة صحية شغالين، لكن احنا في مبادرات زي الصحة النفسية وعلاج الادمان وطف التوحد، وايضا الخاصة يعني مسيطرة على ادمان الالعاب الالكترونية، دي موجودة فيها مكان هنا بيقدم هذه المشورة لكل المترددين. لكن كل المبادرات الرئاسية سواء صحة المرأة او صحة الام والجنين او المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن اورام الثدي عند السيدات، او الكشف المبكر عن اورام السرطانية زي اورام البروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة، كل دي يعني مبادرات رئاسية متاحة وبتقدم من خلال المهرجان بشكل متكامل سواء لرواد المهرجان او حتى على كل المترددين على مستوى الساحل الشمالي بالكامل. اتفضل يا محمد. محمد ممدوح من القاهرة 24. كان عندي سؤال لحضرتك أثناء الجولة، تحدثتم على انخفاض معدلات اللي هي المواليد والزيادة السكانية وتوجهات لخفض كمان معدلات المواليد، فكان السؤال المهم، هل الفترة الماضية انخفضت معدلات المواليد نتيجة نجاح برامج تنظيم الأسرة أم نتيجة الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية؟ وإحنا محتاجين كمان، هل في خلال برامجنا لتنظيم الأسرة والتوعية، هل محتاجين عامل فكرة الأزمات الاقتصادية ان احنا نستغلها في الرسائل الاعلاميه او التوعويه للمواطنين عشان يقبلوا على وسائل؟ ده شق الثاني اللي هو من ضمن خطة الحكومة ترشيد وتقليل الهدر في الادويه من خلال تقرير اللي هو IQVIA الخاص بالادويه. كان رصدنا خلال السنوات اللي فاتت وكمان الخمس شهور الماضية كان تراجع في عدد أو الواحد أو القوة الشرائية على الوحدات الدوائية، فهل التراجع ده احنا برضو محتاجين ترشيد تاني أكتر وتقليل الهدر أكتر، والمقصود إيه بتقليل طيب الهدر؟ أنا هرد عليك من الآخر عشان موضوع الدواء. طبعا مصر من أكتر دول العالم استهلاكا للدواء، لو دخلت على IQVIA أيضا وشفت معدلات الاستهلاك على مستوى العالم هتلاقي مصر فيها تقدم، وده مش حاجة كويسة. يعني كل ما الدول قللت من استهلاك الأدوية، لأن في أدوية كتير بتستهلك بدون داعي، وانت تعلم تماما أن على مستوى المواطن العادي بيقدر أن هو يعالج نفسه من خلال تواجده مع الصيدليات، وبيقدر يصرف نفسه أدوية في معظم الأحوال هو ليس في احتياج ليها، وبكميات هو ليس في احتياج ليها. وده برضو ياخدني لدور الشركة المتحدة الحقيقة، اللي من خلال تعاوننا والشراكة أن يكون في رسائل إعلامية واضحة جدا في هذا المجال لتوعية المواطن بأضرار استخدام المضادات الحيوية على سبيل المثال، اللي العالم النهاردة كله بيتكلم على أن دي الوباء القادم التي ممكن أن تؤدي إلى وفيات نتيجة سوء استخدام المضادات الميكروبية بشكل عام. ومصر عندها استراتيجية للسيطرة على استخدام هذه الأدوية لما لها من أضرار كبيرة، ممكن سوء الاستخدام يؤدي إلى عند الحاجة لاستخدامها تكون دون فعالية لتكوين أجسام مضادة أو لتكوين يعني ميكروبات مضادة لفعاليتها. وبالتالي التوعية بالأدوية واستخدامها والحوكمة في استخدامها ده مهم جدا، دور على وزارة الصحة من إدارة التثقيف، دور على هيئة الدواء المصرية، ودور على الإعلام، ولنا في هذا طبعا التواصل مع الشركة المتحدة. ده فيما يخص الدواء. وبالتالي احنا عندنا من خلال إدارة الصيدلة برنامج كبير جدا للحد من الهدر اللي انت بتتكلم عليه، لان احنا دلوقتي بقينا نشوف الاحتياجات الطلبيات اللي بتيجي من كل الوزارات وبكل المحافظات بتجيلنا مبنية بناء على ايه، عشان نقدر ما ننتهيش في الاخر الى ان في مشاكل في التخزين او في مشاكل في ان صلاحيات الدواء بينتهي. فملف الدواء بالنسبة لنا مهم جدا، واحنا الاجراءات اللي بناخدها بتقلل من تكلفة، يعني احنا خدنا اجراء بسيط قلل من التكلفة بس 1,000,000,000 جنيه على الموازنة المخصصة للدواء. هروح تاني بقى للسؤال الآخر الخاص به، انت كنت بتسأل على الجزء الأولاني على ما يخص ايه؟ ده ملف مهم جدا، الجزء الإعلامي فيه مهم، الجزء الإعلامي فيه مهم، لكن الأهم فيه كمان ان انت بتقول احنا شاهدنا. طبعا عشان نصل الى إجابة على السؤال اذا كان هذا حصل نتيجة ان المشاكل الاقتصادية بتؤثر على قدرة الإنسان في الإنجابية، أو أن دي نجاح في الخطوات اللي تبنتها الدولة في خلال آخر 4-5 سنين. تعرف المسح ده ما بيجي بيدي لك نتيجة 22 أو 21، فده محتاج بحث ميداني من خلال مجلس قومي للسكان عشان نشوف الأسباب الحقيقية أو الواقعية لهذا. لكن الشاهد أن احنا بنشهد يعني تطور ولو بسيط في المنحنى إلى الانخفاض في معدلات الإنجاب وفي معدلات الزيادة السكانية، وده مؤشر الحقيقة إيجابي جدا.
واحنا حاطين مستهدفات مع اجتماعنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي في خلال ترأسه المجلس القومي للسكان، حاطين مستهدفات ممكن تكون متفائلة بزيادة في خلال لحد 2030 عشان نصل الى يعني نقلل معدلات الانجاب على قد ما نقدر، لان زي ما انا قلت المعدلات او الزيادة السكانية هي بتؤثر تأثير مباشر على كل النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، ولن نستطيع ان نجني ثمار النمو الاقتصادي دون ان يكون هناك سيطرة على النمو السكاني. اشكركم شكرا جزيلا.